واخيرا يا جدعان اللعبه المنتظره لعبه سبايدر مان الجزء الثاني النهارده هنلعب مع بعضينا. متحمس جدا للعبه. طبعا هنشوف موجز سريع للجزء الاولاني عشان نقدر نعرف كل التفاصيل اللي ما شافش الجزء الاولاني. فقبل ما نبتدي يا جماعه ما تنسوش بقى اللايك، ولو انت لسه جديد معانا في القناه الزرب الاحمر تحت دوسوا عليه وحولونه الرصاص عشان تشتركوا معانا وتنورونا. خلينا يا جماعه ندوس. يا بيت اهلا. انا شغال على طلب التقديم للكليه وهم محتاجين اني اكلمهم عن نفسي. كأنك بتسوق لنفسك ودي حاجة أسوأ. عندك نصيحة ليا؟ بص اعمل زي. أهلا أنا بيتر باركر، عندي 25 سنة ومعايا بكالوريوس في الفيزياء الحيوية وبحب أعظم بنت في الكون كله. متواضع قوي. واللي هي أحسن صحفية في المدينة. أكيد عاش إم جي. بحاول أبقى زي ما أعظم ست في الكون علمتني وما خايبش ظنها، عمتي ماي. يا سلام على التواضع. تاني، ومن فترة كده اتعضيت من عنكبوت مشاعة وبقى عندي قوة خارقة. ما ينفعش اكتب ده في مقالي. انا ببعت الكلام ده وانا مش فاضي اصلا. استخدمت قوتي عشان اساعد المدينة وواجه الاشرار المؤذيين زي المرشد بتاعي دكتور اوتو اوكتيفيوس. معمله اتقفل على ايد زميله القديم نورمان اوسبورن، واوتو انتقم بانه ضرب سلاح بيولوجي، وفي الاخر انا قدرت اوقف اوتو. بس التمن كان غالي. عظمة على عظمة. بس أنا مش بيتر باركر. بالظبط، أنت مايلز موراليس، عندك 17 سنة وطالب في أكاديمية بروكلين فيجنز. وإيه تاني؟ بيتهيألي أنا أوقات بساعد في الأمور اللي تخص شغل ماما في هارلم، وهي عضو مجلس المدينة ريو موراليس. وفي بنت أنا معجب جداً بحماسها وبإلهامها وشايفها من أفضل الفنانين في المدينة. وكمان أنا اتعديت من عنكبوت مشع وبقى عندي قوة خارقة برضو. إيه حكاية العناك؟ سبايدر مان الأصلي علمنا بقى سبايدر مان. يا لعبك. بس اتعلمت إن أكون بطل من بابا اتقتل على إيد مارتن لي في تفجير مبنى البلدية، وكل أعمال الخير اللي بعملها بفضل تربية بابا ليا. الموضوع صعب، حتى مع القوة الخارقة أحياناً مش بنقدر ننقذ الناس اللي بنحبهم مهما حاولنا. البطل هو شخص مش بيستسلم، وأنا مش هستسلم. جناعبك يا سبايدر. أنا مش عارف، ما بتكلمش عن نفسي غير لما أجيب سيرة سبايدر مان. أكيد تقدر ولازم تقدر. تحاول أحسن في حاجة. يب لازم نثبت وجودنا يا جدعان. دخلني في الاكشن يا زعيم. ايوه دخلت في الخلاط يا جدعان. شوفوا شو دخلت على طول خبط الاسد. وده ايه ده؟ الا الله الله الله. منذ سنتين جاهزين. انت تمام؟ عايز وعد منك. طبعا. لو العلاج فشل اقتلني. هينجح. انا مفيش قدامي وقت كبير، عايز فرصة اودع فيها المذاكرة. أنا مش هينفع أخسرك. سلام. أنا عمري أبداً ما هتخلى عنك. ايه اللي حصل له يا جماعة؟ اتخلل الولا. ايوه الوقت الحاضر. الجرس ده مش للزينة، اقعدوا في اماكنكم. انا وصلت. خضتني يا عام.
صباح الخير، عندنا مدرس جديد هينضم لينا النهاردة. أهلا، أنا اسمي بيتر، مستر باركر، وكلنا محظوظين النهاردة عشان دي حصة فيزياء، والفيزياء عظيمة. محدش سأل إزاي بعض الحشرات والطيور والزواحف بتقدر تجري على البركة؟ الإجابة التوتر السطحي. الحمام؟ تمام. إيه على طول قالوا إسهال ولا إيه؟ اجري 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 اجري. التوتر السطحي بيعتمد على التماسك، وفي شكل معادلة التوتر السطحي جاما ممكن نحسبه بالقوة المبذولة بالتوازي مع السطح السائل. يا جدعان كمية الرملة دي، قاف ده عاصفة رملية على الطول، عاصفة رملية صح؟ من الخط اللي بتأثر عليه القوة. في حد؟ أنا محتاج مساعدتك. سيد موراليس، مش كده؟ متأكد إن دي حاجة مش هتقدر تعملها؟ متأكد. أكيد شاف بالو يا جماعة. تمام يا جماعة، اقروا الفصل الرابع أو الخامس أو أي حاجة. مايلز محتاج للوظيفة دي، لو المديرة رجعت ولقيتني مش موجود أنا كده هترفض. عارف بس لازم تشوف ده. تعالى تعالى، شكلي في بالو أكيد. بنا يصر يا جدعان. ماركو اشمعنا النهاردة؟ ماشي عاصفة، عاصفة اكيد هترفض. عاصفة ترابية يا جماعة، هتروح تشيرها كابتن. الله عليك يا سبايدر. اوه يا جدعان حطيني على طف الحدا، يا سلام. يا الله بسرعة بسرعة بسرعة، خلينا ننطلق يا جماعة. الله عليك يا سبايدي. الله 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 يا جماعة، وحشتني يا جماعة، كنت فين من بدري؟ يلا لا واسرع يا جماعة شوية من الأول. وصلنا، ويلكم باك. لا لسه 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 صنع حتة سخننا، كمل انزل ولا لا سيب. هي المسافة كل سنة بعد يا جماعة، أنا بتخيل. خلينا نسحب، يا ريت تحاولوا تنجزوا أسرع شوية. حاضر، بتحرك في بروكلين. ده خبر، ربنا يستر يا جماعة. نعرف نهديه، شفت الناس بيحصل لها اللي حصل له ده؟ الشرطة جاية والمطافي. كويس إن في، خلينا مكلمين يا جدعان مركزين. شكرا أم جي، ركز على الصحة اللي شغالين عليها. مستحيل، يا لهوي إيه التوب ده كله؟ مزج أولية بس أنت جبتها صح؟ لا تعليق. يلا يا سبايدي ما بطرش انا، ما مستهبان. انجز امسك، ايوه عشان بس نطلع بسرعه يا جماعه. بديش على باز، وفي صوت غريب، في مصيبه يا جماعه، في صوت مش طبيعي هنا والله. خلينا نبص ونشوف اللي جوه. الله يستر، كمل. كميه طيارات، دخلنا في العاصفه يا جماعه. العاصفه ايه دي؟ والله مركزها شكله لسه لسه ما وصلناش للمركز. استنى استنى مروغه. اوكي شفت حربة ال... يا لهوي. استنى يا جدع، مين ده؟ اعوذ بالله. استنى خلينا نروغ الكابتن. ام جي ما كانتش بتهزر. يا لهوي. استنى استنى استنى، دي واحده كده ايه شوت يا جدعان، فرملته. اضرب ضربته ده، الدرع ده شكله خطير. استخبى يا سبايدر، بتعمل ايه؟ تعال اضرب 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 على دماغه. اه بجد المرات الله يب يب، ننجز 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 يا جدعان. اشغله شويه، انا عندي فكره. اشغله بايه يا جدع؟ كيك كيك اضرب، تعال اديله بالوزليز. اوه ده انا جنبي فسفوسه، ده انا غرقت. ماركو لازم تلعب يوغا. شكله هيليق على البيلاتس اكتر. تعالوا تعالوا يا مريك، انا هظبطك دلوقتي. عايزين نجري. دي فكرتك؟
اجري يا جدع يلا 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 بسرعه 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 نط يا سبايدي مش وقت نطلق استخبى اجري هيك تحاول انقذوا ايوه ممتاز انقذنا في الوقت المناسب لازم توقع على استلام الطلبيه دي لازم نتمرجح يا جماعه عشان نوصل لنقطري مسكته اخد حته قلم نوسخ ماركو يا ريتني كنت اعرف اعمل كده ما شاء الله استنى بقى تعالوا اديله انا هظبطكم تعال بس مش قبل ما يرجع على بدلتي هو رجع فين يا مقرف ده مش لوحده تعال انا هظبطهم بقى يا جدعان تقلقش دونت وري محتاجك دلوقتي يا جدعان اقوي قوي بس الحمد لله بننجز بنجيب عيال صغيره ما بيخلصوش ولا ما تضربش شرعي للقلب روخ 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 بيكحكح بيكحكح تراب اضرب انا اسف مين معايا المديره ايفن طبعا بيقوموا مشوا وسابوا فصولهم خلاص يا جدعان بيقوموا تاني ما بنخلص اضرب اضرب تعبني يا جدع بموت استنى دوس هنا وبقول لك دوس هنا تعالوا انا ايوه كده اسمايدي وريهم الشغل العالي ايوه كده يا جدعان اخيرا جالنا مهارات زي الفل نيجي نعصبوني انا هروقهم دلوقتي تعالوا انت وهو اديله على دماغه يلا مين هو الكبير جاي احنا مستنينا نخلص من الفقري اللي بيرجع ولا ايه يا جماعه والله شكله روق روق بسرعه 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 تعال روق بقى دورتك كمان تعالى حبيبي اضرب انا هروقكم النهارده مايلز المديره ايفنز طارق الله عليك يا سبايدي هو انا هطرد هي انت بس غبت عن الدرس لكن انا سبت ايه ده يا جدعان بيشم ده ولا ايه في المدينه ما بيشمني ولا في جرح اضرب 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 والله بعدت عنه مسكني ايه يا ابني ده زهلك ده ولا ايه يا جماعه مسكني كده حقيقة يلا الله بيطلع عياله كمان طول عمري بكره الاسم ده ليه علاء عارف انك متضايق مني الموضوع ما يخصكش انت سيبني في حالي يا عم انا جيت جنبك انا عايز اساعدك بس انت هتتقل من قوي لازم نروقه يا جماعه تعال تعال الله قب علي معايا يب هو حل خرطوم ميه يا جدعان الموضوع انتهى لا 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 شوف يا سبايدي الحقوا ها اخيرا انت فين يا عم افتكر ما كانش سعيد بالتواصل معاك ايوه مش منه اللي عنده حنين للماضي استنى يا جدع استنى بس والله يا جماعه انا مش شايف اي حاجه اساسا اظن ان هو برده ما بيحبش الكهرباء استنى الاكل اللي في دماغي كهرباء والميه تعال الله في صدره اضرب ايوه ممتاز شويه بقى ميه كده كركر نقدر نظبطه يب محتاجين ميه اكتر طلع يجري يا جبان وانا معايا شرار احاول اخلي الميه شغاله دلوقتي حلو نبص عليها يا جدعان ميه وكهرباء بس كده كده بقى ايه هيبقى يا مفتري تعالى 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 انا هظبطك دلوقتي انت بتكحكح يالا اضرب 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 ممتاز يلا يلا ايوه اديله في دماغه عشان ايوه صبح بس كده يا معلم واحده كمان ايوه روقه راجع لك تاني يا معلم هنبص عليك الباشا الصح خلينا بس نبعد عنه يا جدعان يلا بسرعه 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 ركز يا عم سبايدر استنى 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 ايوه كمل يب يب شويه 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 دلوقتي هقدر اقرب حلو حلو بص عليه يا معلم مشكله في الترجيع اللي بيعملها اضرب 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 يا عم سبايدر اطلع 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 يا جماعه بيحشرني في الحيطه والله لازم لازم افضل اهرب منه غير ان احنا الحركه اللي بنعملها اوكي استنى كابتن اوتوبيس يا مفتري اوتوبيس هو الجنة حرفيا تعال انا هظبطك دلوقتي وقت المواجهه ايوه حلو تعالى
كتير. انا بصت هيرزو ده بناقص بس حبة صغيرين منه يا جماعة. لو ما لحقتش هو بيكح كده انا كنت اتفرمت خلاص. ايوة تعال حبيبي بيتألم دلوقتي. اضرب. الله عليك يا سبايدر. وتقفش تاني. استنى 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 استنى. ده ختم الماب. امسك امسك. يا جدعان اوكي انا افتكرتك موت يا عم. سيبني يا عم انا بطلع في الروح يا جدع. استنى استنى جاي لك جاي لك اهو. سامعني صاحبي تتجنن. ايوه ده ممتاز ممتاز ممتاز. يلا 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 حلو. ايوه ظبطوا اديله بقى الفايت. بطش بس كده. ويا جماعه اخد حته محترمه. كمل. استنى استنى ضربنا بطريقه غريبه في الفصل قبل كده. يلا 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 ايوه اضرب. لطشله شويه بقى كان نديله اخر واحده عشان ظبطينه صح يا ابني. جيب ميه وبطل لوكلوك. قول له اخبار التاكسي يا سبايدر مان. 100% البطل هيوصل. اوه اضرب الرزعه بقى صح. هيت شوت كهربا. شباب خزان المياه اللي فوق مبنى ماديسون هو الحل. في حوالي 30,000 لتر مياه. تمام شكرا يا جاكي. يلا يلا خلينا نطلع نجيبه يا جماعه. نجيب كوبايه المياه دي ولا الخزان ونظبطه. بسرعه 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 بسرعه. راوخ يا سبايدي مش عايزين نتضرب يا جدعان. بحاول بسرعه 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 بسرعه. بيطلع الحيطه ده ولا ايه؟ كمان بيزيد. يلا يلا كمل كمل كمل. يلا يلا قربنا 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 خلاص. خزان الميه بسرعه يا سبايدي. ده اتفرم جاري التحميل. سبايدر مان نفسي اعيش حياه طبيعيه زي كل الناس. مش بالطريقه دي يا ماركو. لا حد زيي. ما قداميش طريقه تانية. اهدى بس يا كابتن. ثواني بقى يا جماعه عشان دول بيستهبلوا وانا لازم اربيهم. خضرة بس كده. لازم نشربهم يا جدعان وندلعهم. تعالوا بقى. تعرفوش انا مين ولا ايه؟ خلاص سبايدي. تعالوا شوف اللي اخدنا خدره ده يا جماعه. المفروض بقى نركز في الحاجات دي. يب عشان دول هيروقونا. خلينا ناخد شفاء. يب تعالوا تعالوا. بس وكسرهم كده يا معلم. تعال انت كمان يا حبيبي. سلام يا حبيب قلبي. فين التانيين؟ الله خلي بالك. تعال الله تعال انا هظبطك. الله شايف نفسك. الله فكر نفسك رمله ولا ايه؟ تعال تعال انت كمان انت واخواتك. يلا مشكله يا جدعان بيجوا على غدره. خلينا بس نسرفايفل دول كمان. ايوه اديله بس كده. تروق احلى ترويقه. لازم اكهربه يا جدعان ده. بس عايزين بس بتتحمر شويه. الحمد لله. خليك جوه. اسحب 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 اسحب. ممتاز سحبت الميه. اليوم هيطول لو ما وصلناش لخزان الميه. ثواني اسحب هنا. ممتاز. هيلث يا جماعه. بصوا لو حد كح في وشي هروح فيها. طبعا عايزين نزود الهيلث. ممتاز ممتاز زودنا الهيلث. كمل كمل كمل. شد حيلك يا عم سبايدر مان بقى. ركز معاه شويتين. كتر خيره يا جماعه. اخد كميه هدر مش طبيعي. نفسك في ايه؟ لسه قدامك فرصه حياه. فات الاوان. ماشي يا عم. انت طلعت منين يا جدع؟ يا خبر. يلا يا سبايدي بسرعه بسرعه بسرعه. ممتاز ممتاز ممتاز. كمل. تعال يا حبيب قلبي. يا جدعان بيطلب مني مطالب غريبه بس صارين. ظبطوا برضه. ليه ماركو ما يبنيش كل رمل بدل الكنان ده؟ اوكي خلينا ناخد دي يا جدعان نظبطهم. بس كده. تعال يا حبيب قلبي انت وهو. ماما كل حاجه تمام؟ انا بحبك. يلا المدينه اساعد. والله يا جماعه انا ما مصدق ان انا خلصت منهم. ايوه شوف 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 شوف. بس مع مستشار المدرسه. اعوذ بالله. تعال يا حبيب قلبي. مع السلامه. اديله على قفاه. اصلا امك الدنيا. ارجوك خلي بالك. يا ماما سيبيني يا ماما دلوقتي انا قاعد محتاج السنين. يا دماغي. تعال ايوه اديله بقى يا معلم كده. اللي طلع بايديه كمان ده بيدخل كمان ناس اكتر يا جماعه. ناقصين وجع قلب احنا. هات بس نخلص بس من دول.
تسحب المية؟ تعالوا يا مقرفين، تعالوا حبيب قلبي. هي سير المية اللي هتظبطهم بقى المركز الرئيسي كده، ما يطلعوش وانا اشوف وشهم. اقعد على اللوب يلا. ايوه خليني اسحبه بس، تعالى ده انا هربيك. تعالى تعالى اضرب بطاطس انا، اشرب انا. اوكي خلصنا منه. لا يا لهوي، بص الولد بيدعي عليا امشي يلا. ايوه تعالى تعالى يا جبل. انتوا بتهزروا يا جدعان، خلينا بس نسحب دي. اوكي اسحب 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 عم سبايدر. تعال هدخل ساعتها اي كليه. اسحب 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 بس اساسهم ميه عشان ما يطلعوش تاني. يلا بسرعه 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 بس كده. يحاول ياكلني. يلا نجيب له حاجه يشربها احسن. اشرب يا زعيم. احنا نجحنا. لا لا عاصفة ولا ايه؟ مين؟ طلع اللعب الجديدة. اخر تحديث للبدلة ما كانش مستقر بس بس ايه؟ اوكي 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 خلينا نشوف يا جدعان. دوس هنا. الله عليك يا سبايدي. الشبكة دي بتطير. لسه ما خلصناش منه. ماركو على شط رصيف 4. هيعمل ايه لو وصل لكمية الرمل دي؟ انزلاق. ده شكله وصل لها. اوه يا جدعان. ماشي انا شايفه دلوقتي. انا وراك. دخلت في العاصفة ركز. اوكي. هنحاول نروغ يا جدعان، اشوف في كمية هنا سنة دي مش طبيعية. ايه اللي وردت نفسي فيه ده بس؟ كي 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 نحاول نروغ دي كمان دي كمان. ممتاز. اهدى شوية يا ماركو. قربنا 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 قربنا. هانت هانت هانت. ما عليك ما بنخاف الشارع بطاطس. تعالى جاي لك. لا. اه يا مفتري. ركز 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 عم سبايدي. افتح الجناح. كويس. اوكي يلا ديروا الالم بالعالمي. الله عليك. مايلز مفيش غيري. انجز. طيب تعال تفر يا لهوي. عندك افكار؟ خالص مفيش. حلو. لا أيوة. الفصل رجع تاني. يب المعركة يا جماعة، ناخد الهيلث بتاعنا عشان شكلنا هنتفرم النهاردة. الفصل عاصفة ماركو بتولد كهرباء. تعالوا انت مولا ده انا مش حاسبكم. اضرب يلا. ما بتضربوش يا جماعة، بيخلع من الجبان. تعالى يا حبيبي. زي ما قلت لازم نخرج شوية لعب. محدش يتهرب. يلا يلا يلا, يلا. عايز اسحب البتاع اللي هناك دي. لو اسحبها يا جماعه وحلو سحبتها. ممتاز ممتاز ممتاز. استنى بقى انا التانيين. تعالوا حبيب قلبي اسحب اسحب اسحب. يلا انت بتستاوي عليا. يلا اوكي ظبطناهم. كابتن بيساعدني بصراحه 100 100. بيجي في اوقات مناسبه يا جدعان. شيل بس كده حبيب قلبي. هات بقى دول كمان. عايزين ناخد المواسير والحاجات اللي بالطائره دي نظبطهم. فين 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 فين؟ ايوه حلو. نبدا بقى البشا يا جماعه. يلا بسرعه 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 نفتح الجناحات. اوكي 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 خلي بالك خلي بالك. عدنا نحمي المدينه دي. تعال الله تعذر انا حروقك في عينه كده. حطيناه يا جدعان. انا مش شايف كهربا تاني. لحقني. طب كويس. انجز بقى المايه يا سبايدر. يا جدعان
ده انا حصل على الكهربت كده هكهرب المدينة ولا ايه؟ ده احنا بس نخلص من رجل الرملة؟ في رمل موجود في كل حتة. ده ايه ده؟ ايه ده يا جدعان ده؟ ده هالك جنبيه غلبان ده يتعلم منه. ماركو كله هيبقى تمام. انا مش تمام من فترة طويلة. لو محتاج مساعدة كل اللي عليك تطلب. انتوا اللي هتحتاجوا مساعدة لما يقولكم. لما يقولكم؟ في عالة مش مدين عينك ولا ايه؟ يقولنا؟ يب. احنا نخلص من ده يجينا ايه تاني يا جماعة؟ ده انا شايف ده لسه في البداية ونقول يا مسهل قبل 6 أشهر خير اللهم اجعله خير. مين ده كمان؟ بس انت مش هتلحق تعجز. انا ماشي وراك بقالي كتير. علقوا انت ولا حاسس. انت فاشل. خلاص عرف اللي هو فاشل خلاص. تعالوا يا جماعه وعرفوا غلطه كمان يعني مظبطه احلى تظبيطه. سلام. انا طلبت خصم ليا وهو ده اللي لقيتوه غلبان. زعيم احنا ممكن نجرب منطقه جديده وهيوروا له سبايدر مان. جبنا وانا في ايه يا ابني؟ انتوا قاعدين بتقلبوا عيشكم عليا ولا ايه؟ اكيد هطلع انا والرجل الرمل. الله 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 الله. شوفوا جدعان كم واحد. شوف اتحمس هو. ولعوا النار يلا. ايه هتشهوني ولا ايه؟ يا ابني انا فراخ. كبير بدا. تحولت في الاخر خالص فرخه يا جدعان. هيصطادوني. شوف الزليز اللي يصطاد يا زعيم. انا هصطادك. احنا لسه في الانترو يا جدعان. يب لسه ما دخلناش اللعبه. بسم الله ما شاء الله. عارفين كده مقدمة تاخدك كده العالم تاني وانت تفكر نفسك متحمس بقى واللعبة بقى عملت شغل عالي ومش عارف ايه ومدرك ايه في الاخر خلاص انت لسه كده ايه بتسخن. السلام. سنحتاج الى المساعدة كتير جدا يا جدعان. هنحتاج مساعدة لبكرة. النهاردة المدينة كلها اتبهدلت. التطبيق عطلان. طبيعي كمية الرملة دي. بيت شايف ده؟ استنى لحظة يا مايل. أنا هنا ما تقلقوش. أيوة هنا برضو. أهلا جانكي. عارف عارف شبكة الاتصالات عطلانة في المدينة. هو إيه اللي بيحصل للطلبات اللي جاية؟ على قائمة الانتظار لكن استنى هحاول ألاقي حل تاني. انجز بسرعة. اوكي يا جماعة انجز بقى كابشن عشان ايه نشوف الدنيا قبل الله بيقفل. شفت طلب مساعدة عند تمثال الحرية وبرودواي. سويني بس يا كابتن. خلينا نشوف اول حاجة عرض الهرب على هناك حالة. اوكي خلينا ننطلق يلا ونجرب الدفاع. ايوه نقدر نفتح البدلة. اوكي كي خلينا نجربها يا جماعة. يلا لا خلينا بس نروح كده بسرعة. طير وافتح البدلة. طير يا صبايدي. اوه يقدر ينطلق بقى تنجز معاه. حلو امسك امسك نفسك. تعالى 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 كده. انت كويس؟ اه دلوقتي شكرا ليك.
طب الحمد لله. عفوا عفوا يا عم فكك مني بقى يا عم، انا محتاج دلوقتي سيبني من اللي انا فيه. خلينا نشوف بقى. طيب المنطقه الثانيه دي يا جماعه تحتينا هنا. سلام عيوني، مش انت تبعنا يا معلم؟ جبت صل من الضاحيه اللي قدام، بس الخط قطع، لازم نخلص موضوع الفارس ده. تمام يا فندم. اوكي قشطه عليك، خلينا ندور. ايوه ايوه اسحب 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 اسحب. اوكي هاي خدمه وحش. مستر باركر ساعدني اوصل التطبيق بالنت. محتاج ايه؟ يلا خلينا ننطلق يا جدعان للهدف بتاعنا. اطلع 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 عم سبايدر. يلا يا سبايدي درجن 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 درجن. الحمد لله على السلامه. ياب وصلنا يا جماعه. جهاز اطلاق قريب. ودي الحاجات دي كلها دراسه بيئيه جديده. جهاز الاطلاق لاجهزه استشعار الطقس على ارتفاعات عاليه. يلا يا جماعه خلينا نشوف دي هنستخدمها ازاي ونفتحها ازاي دي. اوكي يلا. طيب قول لي اعمل ايه؟ لسه عندك الطبعه ال 3 دي اللي في قذف الشباك صح؟ عايزك تصنع حاجه بسرعه. بعت لك المخططات دي عشان نقدر نستخدمها عشان المهارات. خلينا نظبطها يا جماعه عشان نفتح مهارات. زي المتتبع. احنا مش بنتجسس يا جانكي. اوه لا لا لا، الاشتراك بموافقه. سكان نيويورك هيبعتوا رسائل للتطبيق بتتوجه من المتتبعات دي اللي انا سميتها المتتبعات الصديقه. الف ميم الف صاد. هو انا اخترعت صاحب ليا؟ ايوه. اولى اعدادي كانت مفيده جدا ليا. طيب دلوقتي ازاي اخليه يطير؟ اوكي اشارات مرور تنفسيه كتير. ثواني بقى يا جماعه. المسار اللي حددته على اقناعك. اوكي هيدينا اشاره اوضح. خلينا بس نشوف هنتحكم فيه ازاي اصلا. انطلق وسريع سريع يا جدعان. ده عامل زي سبايدر مان. كمل كمل. انزل 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 انزل. اوكي يلا. الدرون طياره. لازم الشبكه تبقى اونلاين. خليني ابلغ مستخدم التطبيق. زي الفل. التقارير هتبدا تظهر في اي لحظه دلوقتي. نجحنا. نشوف شغلنا. يب فين شغلنا بقى يا كابتن؟ رفع المستوى. المفروض يا جدعان اتفتح بقى المهارات المستوى الثاني. ممتاز. ويبقى كده عندنا مهارات نقدر نستخدمها. خلينا نشوف كده عندنا القدرات. اوكي وعندنا المهام وعندنا قائمة الحركات. زي ما قلت لكم يا جماعة فتحت لنا حاجة جديدة اسمها المهارات، اسمها شجرة المهارات. وكل بطل ليه قوة تانية مختلفة. ماشي. لا لا اوكي ماشي يا كابتن. يعني الكابتن ده عنده مهارة ماشي والكابتن ده عنده مهارة ماشي. نقدر نبدل ما بينهم. خلينا نشوف الكابتن بقى ده. زي ما انتم شايفين يا جماعة شوفوا الضربة بتاعته بتبقى عاملة ازاي. اوكي لذيذه. خلينا نفتحها. مبروك علينا. وين نفتح له ده كمان مهاره. ياب افتح. هلو عندنا في ايه تاني؟ شوف قوه اليد. يا لهوي. اوه يا جماعه لا دي اجمد. شوف بيمسكهم كلهم ضربه واحده الموضوع انتهى. بس ثواني يا كابتن دي محتاجه قد ايه بقى عشان حاسس ده هتبقى مكلفه؟ 2. اوكي خلينا نجيب دي بوينتين. ممتاز. وخلينا نرجع بقى للشخصيه بتاعتنا. وهنا الاثنين حاجه غريبه يا جماعه، ده لسه في مهارات تانية ما شاء الله. شوف السوسته، شوف الانطلاقه العالميه. اوكي لا لا لازم نجيبها دي يا جماعه عشان ننجز في المهام بتاعتنا. خلينا نشوف نقدر نعمل ايه تاني. دي ممكن حركات نعمل زي حركات بهلوانيه. بص يا جدعان انا شايف بصراحه الاهم اللي احنا جبناه ماشي، فاحنا هنجيب الحاجات التانية بعدين. خلينا بس نجرب القوه. تقرير جريمه جديد. في جريمه؟ عيب عليك. أنا موجود. ثواني في حاجة تحت هنا. الله 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 ما ينفعش كده يا جماعة ما ينفعش بعدين كده. إيه خلينا بس ننزل نخلص بس الموضوع ده الأول. يب نديهم كده إيه علقة. إنجزوا يلا بينا. إيه يا هلا إيه يا هلا مش فارق عينك أنا ولا إيه؟ معانا وقت كتير. الشرطة مشغولة دلوقتي بموضوع الرمل. فيلا نفضي المكان. تاخديني أقلبه. خدوا كل حاجة. تعال يلا أنت وهو ولا انا هخش اظبطكم. كسر مين يا بطاطس؟ اضرب. تعالى تسرق مين ده؟ انا بص حروقك. الله مع السلامه. حرم مين يا هلا؟ تعالى اتعمل نادي رمايه في المدينه. عايزين نخلي بالنا يا جدعان ونروقهم. خلينا بقى نجرب المهاره بتاعتنا. ايه شفتوا ظبطهم؟ لا لا خلي بالك خلي بالك. تعالى يلا يلا ما تضربش. لا تستقبل هناك ده. تعالى ده انا هروقك انت. اوكي والروق ده كمان. انت بتستحمل
مية مية. جرو 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 مش هنخلص منه يا جدعان. نجري واحدة بس شكرا. تعالوا بقى انتوا كلكم اضرب الله على دماغكم. اضرب صوت العنكبوت. اضرب عنكب. ممتاز زبطناهم يا جدعان. هما كده هيحرموا بعد كده يجوا جنبنا ويعملوا اي حاجة. تعالى كابتن. هات بقى السنايبر ده الفقري والله يا عمال سكت لك انا من الصبح ها؟ انا عنكب مش شايف. تعالى بقى. تعالى والله. فيها قلق للقلب. مش من عينك كلام. بس. بس بس بطل بطل. خلينا نسحب دول عليهم. نخلص من الفقري ده. مش عارف معاه سنايبر ولا معاه شوت جن يا جماعة. اضرب سبايدر مان. سبايدر مان مش زي سبايدر مان. تعرف زي زمان. ده بقى اتخرشب خلاص كده. اضرب الصوت. يلا مع السلامة. اتروى ده ترويقة حلوة. ده لسه في حلاوة الروح. ما بس يا ابني. اخيرا خلصنا منهم. وجع على قلب ده. كانوا شلة كبيرة. دي عصابة يا جدعان ما بتخلص. اوكي. عايزين بقى نتأكد. يب. يلا نرحب بيهم على طريقة سبايدي. يا لعبك يا سبايدي. اوه ده فيها لوات تانية يا جماعة. دي نقدر نشتري زي قذيفة. خلينا نشوف طيب التحكم بتاع. والله التحكمات خلاص دماغ الواحد فصلت. اوكي المفروض هندوس هنا يقدر نظبط الحاجة. ماشي زي الفل كده عرفناها. وعندنا في حاجات تانية اغرب. ده خطاف الشبكة يجمع كله مع بعض. بس لازم يا جدعان نوصل لمستوى معين. يب لازم نوصل للمستوى العاشر. بس ما ندفعش عليه تقريبا مهارات. اوكي طبعا من ضمن الادوات دي انا مفروض موجود في المستوى الثاني اتفتحت لنا. ماشي ايزي يا جماعه خلينا بس فاكرين. اوكي خير اللهم اجعله خير. ايه ده في ايه ما شاء الله بيبص عليا. هظبطكم بس صبروا. تعالى ابعد عن طريقنا. لا ابعد عليك يا بطاطس. اتفرج انا هظبطكم دلوقتي بالبتاع الجديده. يلا يا جماعه جاهزين. واحد اتنين خد الرب. التطبيق بتاعي مقفول. ابعد ابعد ابعد. روقتهم احلى ترويقه. مع السلامه حبيب قلبي. هو اتضايق مني. التوتر ساعات بيطلع في صوره عصبيه. يلا الناس اللي محتاجين مساعده. ويا جماعه ظبطناهم احلى تظبيطه. يا مايلز انا مركز. يلا يلا كمل. مع السلامه حبيب قلبي. انت عارفني من زمان قوي. عمرك شفتني متضايق منك؟ اوه يا جدعان احلى حاجه البتاع اللي بيضرب دم. استاذ اجيب الشبكه واخلص والله عليهم على الفقريه. اخر واحد يا جدعان والله بهدلوني في هيلسي. يا انا مش انا سكت لك هلا. شوف 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 تستقبل ها. تعالى بقى هات بقى. ايوه تعالى ايوه لازم نختمها كده ختمها حلوه يا جدعان. هات بقى البتاع ده. ايوه بس كده. سلامة زي من عصابة حبيب قلبي. تعيشوا تاخد غيرها. هو هلكوني والله. اوكي خلينا يلا خلصنا كده يا جماعة. والتطبيق برضو ينفعنا في المواقف الصعبة. عندها مشكلة تنفس. مايلز مشغول. محتاج ايه؟ روح على سطح المبنى القريب ده. خير خير. اوه خلينا يا جماعة نجرب. يلا جاهزين نشوف الانطلاقة العالمية. ايوه شوف يا جدعان المنظر. الله عليك يا سبايدي. اوكي افتح الجناحات طير. مش متعود على التحكم يا جماعه. خلينا بس نجرب الضربه. حاجات كتير بتحصل. لا لا بس كده خلينا بس نضرب دي. ايوه الضربه دي الاول بعد كده نعمل بقى الضربه الثانيه يا جماعه عشان عايز بس احدد الهدف بتاعي. خلينا نقف كده بينا عبارتين ونبدا نظبطها. ايوه يلا واحد اتنين ابو اللازريس طاير. شوف 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 خدها واجري كمل. سلام. اوكي نقدر ننطلق فوق يا جماعه ونديها واحده هنا كمان. لا هو شوف المنظر المدينه يا جماعه والله شكله ما يطمنش. ايه نط هنا عم سبايدر كمل. لسه عندي شغل اعمله. طب استنى استنى عايز اجرب وانت طاير. كينفع نجرب الموضوع التاني يا جدعان؟ خلينا نجرب. تير 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 تير. عايز بس يخليه ينط جامب وبعد كده نجرب. اوه لا لا يلا يلا اطلع 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 اطلع. ما ينفعش يا جماعه نعمله واحنا طايرين. لازم واحنا من تحت كده. اضرب يا زعيم. اوكي يلا يلا بسرعه 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 بسرعه. درجن 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 درجن. ويلكم باك. لسه فيها مره ثانيه. ايزي كمل. يلا يلا بسرعه 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 بسرعه. الحمد لله على السلامه يا جماعه وصلنا بالسلامه. تمام وصلت. اكيد في جهاز اطلاق قريب هنا.
مش شايف حاجة تشبه جهاز الإطلاق. يمكن تحت الرمل؟ ممكن، ليه لأ؟ خلينا ندعب السنة نخور في المكان ده. يلا يب، في واحد. تمام، شفت جهاز الإطلاق. وبعدين دلوقتي فهمت. ألف ميم ألف صاد. خلينا خمن. حرف ميم ده يعني متتبعات؟ قربت، بس ده مش مهم. المهم دلوقتي إنه بيستخدم إشارات مترابطة مكانية وزمنية. يعني دي حسابات لاسلكية؟ أنت عبقري يا جانكي. أوه شكراً. حددت عشان نوصل للاستقرار الأعلى للشبكة. لو مشيت على المسار هتوصل لنا إشارة أقوى. يا مسهل بتاع ده، حوار يا جماعة. إيه هننطلق على المسار؟ إيه سريعة. يلا ايوه، خد هو خدتهم كلهم. الشبكة المحلية متوصلة. طب الحمد لله. سلام. وانا قاعد باشا. تقرير جريمة جديد، شايفه في طريقي. دونت وري يا زعيم، خلينا ننزل يا جدعان نشوف الجريمة. يلا افتح جناحاتك انجز يا عم سبايدر. ايه التحكم يا جدعان؟ لسه والله مش متعود عليه. خلينا تير 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 تير. ايزي ايزي ايزي، تلاقوش يا رجاله. روح اجيب لكم، انا هخلص لكم الليله دلوقتي. يلا الحمد لله على السلامه. سبايدر مان كان في نادي الرمايه، لازم نتحرك قبل ما يوصل. ازيكم؟ اي مساعده؟ يلا خلينا نخش بقى نظبط بقى العصابه دي. يلا بسرعه 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 بسرعه. تعال المفاتيح، تعال انت. هو ده اللي خروقهم بقى. كل الجمع بتاع الصح يا جماعه، عندي لازم تتظبط. اوه يا جدعان، دي شخصيات تانية، خلينا بقى نظبطهم. اوه عنده شويه مهارات مش طبيعيه. خلينا نجرب بقى على العصابه دي. شوف السرعه اختفى. على كابتن تعالى تضرب مين؟ الله تضرب مين يا رد؟ انا هنفخكم دلوقتي. شوف شوف ظبطتهم ازاي. ممتاز ممتاز ممتاز. تعالى تعالى تعالى. هاي السلامه. وانت كمان بس كده ظبطناهم احلى ظبطه يا جماعه. تنشن يا لعب عليك. تعالى يا جبان، تعالى تعالى. شوف شوف شوف. هلا والله لا روقك. تعالى انت بقى هتتوصل عشان تبطل تعمل حاجه زي كده. سلامه حبيب قلبي. انا في وسط المدينه بس يا لهوي. انت بتلعب في عديد عمرك. ها لا قلنا ايه؟ تعالوا حبايب قلبي، مش هيدخلك الكليه. خلاص كده تعلقوا يا جماعه. اخد حته الضرب والله مش طبيعي. بس كفايه عليك انت. لا تعال الله تعال. اسلحه ثقيله. تعال انا هناك، انا مش بناديك. انا تعال. ظبطتهم احلى تظبيطه يا جماعه والله وجع قلبي. اخيرا مين؟ الله 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 بيبص علينا. شوف 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 يا لهوي. ماله يا جدعان؟ استنى كابتن، ده هنتعامل معاه ازاي يا جدعان؟ شبكه تقدر ارميها عليه؟ اعمل ايه يا جدع؟ دوسك انا هنكت ولا ايه؟ هادي حلو. المفروض اكون في حصه الفيزياء دلوقتي. فيزياء ايه يا جدع؟ ده انا هتفرم. ده ما ينفعش. استنى كابتن، ده ما بتفهمش يا جدع. التفادي بالكهرباء يا ابني. اضرب والله يا جماعه الولد اتوتر الكبير ده، شكله هيتعبنا ويقرفنا. والله مش عارف اتعامل معاه ازاي بس هحاول. يا لهوي ناقصه ايه؟ تعالى حبايب قلبي نخلص بس من دوره. تعالى هات بقى ده. ايوه بسرعه 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 فنش. انا اسف يا كابتن، انا اسف يا كابتن، معلش الطاقه يا جدعان. هات بس دول، نخلص من الفقيرين دول يا جماعه الصغير، بعد كده نخش على الكبير. يلا ما تبس يلا اللي هناك ده، انا معيش اي بتاع. ايه ده بقى شويه انت كمان. لا 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 كبير. انا اسف يا عمو. اوكي اضرب 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 بس يلا. حشرني في البتاع يا جماعه. هلسي هلسي هلسي. استنوا يا جماعه انا معانكب بقى، ما توجعوش دماغي. هات بقى تقول انا مخفي كده في الانجاز. يلا يلا شوف بسرعه بسرعه يا عم. شوتك يا جدع ما تضربش. نوصل الكبير يا جماعه. يا لهوي لسه الصغير. تعال يلا اخلع بقى. يلا ما تبس يلا ما تبس يلا، انت ما تموتش. خلاص يا كابتن خلاص خلاص خلاص. احنا اسفين يا عم. خلاص يا جدعان احنا اسفين، قلنا لك ما ينفعش يا جدعان غير نضربه كده واحنا متخفيين، غير كده هنتفرم. خلينا ابعد بسرعه 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 بسرعه.
يلا يلا خلينا اسحب 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 خلينا بس ايه اعمل له اي بطيخ. الحمد لله ظبطت. اعوذ بالله. ايه يا ابني ده؟ التطبيق اتحدث افتحه. اتحدث انا كنت بموت يا جرع. اخيرا. واللي جانا بقى ثواني يا جماعه عندنا في مهارات نقدر نفتحها. ما عندناش غير نقطه واحده بس نقدر نستخدم في التطوير. ماشي خليها. خلينا بس نشوف الكابتن. يلا خلينا نجرب الانطلاقه بتاعتنا يا جماعه. ايوه اشحن. يلا طير فو 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 يا سبايدي. دي الشحنه يا معلم. اوه خلينا نشوف بقى يا جماعه حوار الحريقه دي. بس هنا تمام. دونت وري. سيبيني سيبيني بس اتصرف. هنطفي جزء جزء يا جماعه. ماشي شوف كده نقدر نمشي. البلوره هناك اهي احنا ما لمسناهاش. فين 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 ورينا كابتن. يا عم فين يا عم توتر مش معاك. ماشي خلينا ننزلها تحت. هي دي اللي بيتكلم عليها الجوهره. ما بلاش بلاش يا سبايدي مش وقت. خلصنا منك والله. انا قلت لك بلاش. اسحب تقعد اسحبه وبعد كده روقه. اديله واحده كده. ايوه يا سلام واحده نفخ بقى كده. ايوه على السريع كده تروق احلى ترويقه. تعالوا بقى عشان انتوا عرفتوني لازم اروقهم يا جماعه. عزيب يا وشي رزعني حته قلم. حلو قوي. انا دلوقتي اتضايقت. انا اتنفخت. اوكي خلينا نشوف يا جماعه التحكم ونضربهم بقى كده. ايوه تمام نبقى واحد واحد بس نخلص من شويه الرمله دي. ايوه تعالى بقى حبيبي يا ابني. بس يا ابني اللي بيضرب ده. تعالوا بقى ده انتوا مقرفين. انتوا ما بتخلصوش ولا ايه؟ هات بقى ده. ايوه بس روقه. هات ده كمان يا ابني. بس يا ابني يا ابني بعد عني. هات بقى ده. ايوه يا جدعان الله عليك يا سبايدي. اخيرا عملت حاجه مفيده في حياتك. اضرب. هات بقى اخر واحد يا رب ما يكونش في حاجه ثانيه بسبعه ارواح. ده خلصنا منه الحمد لله. طيب يا ماركو يا ترى عقلك الباطن كان بيحمي ايه؟ معرفش اكيد الجوهره. ثواني في حاجه ثانيه. انا سمعت صوت. سمعت صوت. بعدها اختفيت. البلوره بتتكلم. يب ماشي واضح ان فيها جزء من ذاكره ماركو. ام جي قالت ان في بلورات متبعثره في كل انحاء المدينه. لازم افتح عيني. ما شاء الله ودور بقى عليهم صح يا رايق. شوف اخر طلب ده. في شخصيه مهمه محبوسه في ليموزين. خلينا ننقذهم يا جماعه. ليه لا. يلا دونت وري يا معلم. خلينا بس اطلع من المكان الغريب العجيب ده. ويلكم باك. اخيرا عصابه يا جماعه لازم تتروق. ابعدوا عن الليموزين. ما تبعدوا يا جدعان. ما تبعدوا يا جدعان بدل ما نتخرشم. تعال الله مش بكلمك بقول لك ابعد ابعد. هو لازم 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 ارنكم علقه. والله ما بتعلموش يا جماعه. لازم ادوم على دماغهم. عنكبوت يالا. تعال اشوف عنكب هيعمل فيك ايه. استنوا يا جماعه في لسه اخر اثنين. يا ابني ده لسه مخلص على زمايلك كلهم. يلا باي باي يا حبيبي. ايه ده خلاص كده ايزي. نطمن الاول على اللي في الليموزين. يلا خلينا نشوف فين الليموزين. بسرعه 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 بسرعه. استنى استنى مفيش ميه هنا نساعدهم. اسحب 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 اسحب. يلا 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 شد 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 يا جدع شد. يا لهوي العربيه متخرشمه. تحسها مصديه. الناس اللي جوه كويسين. انا ما عارف يا جماعه مش باين لهم انا يا حسن. خلينا افتح واشوف. افتح يا عم سبايدر بقى انت مهنج ولا ايه؟ هو مستشفى جاي جونا جيمس. لازم اقول لسبايدر مان. يا ابني انت بتطلع في الروح ولا ايه؟ جيمس انت هكمل بيه؟ والله روقان. لازم تشوف مين الشخصية المهمة اللي في الليموزين. انا جسمي اشعر بجد. يا عم اسكت يا عم. ما ينفعش نفتح جناحاتنا يا جماعة. لازم نكمل بالبتاع. ماشي اوكي يلا. ياخد صورة ده مجرمين مقنعين. شوف يا جدعان انا راجل اتجنن معايا. يا عم مجرمين يا عم. يا عم احنا بننقذك. يا عم بننقذك يا مجنون انت والله. مش كنت بتموت جوه العربية؟ هو تقريبا نسى يا جدعان مين اللي بينقذك. خلينا نروح بسرعة بسرعة. يا الله يا عم سبايدي راجل تقيل والله. كلابوزة يا جماعة نوصل هنا. الحمد لله على السلامة.
بس دي حاجة ما تصحش. أنا مجانين وحاط شوية مجانين، بس جي جونا جيمسون مش هيروح في حتة. سامعين أنا مش هروح في حتة. استنوا على فين؟ واخدني على فين؟ مجنون. مستر باركر انت فين بالظبط؟ المديرة إيفنز. أهلا. أيوة ده أنا بيتر باركر. أنا آسف، كان في حالة طوارئ وهوصل في أقرب وقت أوعدك. يستحسن أشوفك خلال 10 ثواني. وإن لا الصوت بيقطع الشبكة. وحشة. مش مصدق اللي عملته. هنج يا جماعة، الشبكة وقعت في زوره. يب. هو فين أستاذ سميدة؟ أوه ده لسه ماشي، شكله كده طالع في أجازة. هو إيه؟ ده ما يتصدقش يا هيلي، كمان وإنت مش هنا أنا اكتشفت إني أخدت المنحة بتاعة راند. ده بجد؟ دي حاجة جامدة جداً. يوم مليان أخبار حلوة، أنا فاتني كتير بجد. لا بجد أنا مش قادر أبص، بس أنا برضو مش قادر ما أبصش. المديرة إيفنز. أيوة، شوفوا مين اللي قرر يجي. بصي أنا عارف إن الموضوع وحش فعلا، أنا فعلا آسف جدا. الموضوع كبير. أنا عارف 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 عارف. أنت مستفز. دي آخر حاجة كنت عايزها تحصل ومش هتحصل تاني. خلاص جبت آخري. لا أنا بلاش أعذار مرة تانية، مهمتك هي إنك تحمي الطلاب مش انك تسيبهم. انت مطرود. طب استني بس نتفاهم، اعملي حاجة يا انجولا. صاحبي انت سبايدر مان، اكيد صعب تحافظ على شغلانة. بس واثق انك هتلاقي الحل. طب اعمل ايه يا جماعه؟ انا كسبايدر والله محتاس ومحصور، كل مشكله في وقتها. زعلان انك اتطردت. يب كرشت. انت اسوأ مدرس جالنا لو ده هيساعدك. ممكن احط ده في سيرتي الذاتيه؟ طب اسمع، في مسابقه تصوير في نيويورك بوليتن. يلا يا جماعه خلينا ننطلق. اضرب يا عم سبايدي. ايوه تحس روحي شد العماره والله يا جماعه. المؤثر ده غريب. ايوه طير بقى اخيرا يا عم الطيران. تمام طيب طير 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 فو 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 يا سبايدر. نديها الدفعة. جاب لازم الدفعة يا جماعة عشان نقدر نطير بسرعة وننجز. شوف السرعة، سرعة 180، الحاجة بتجري قدامنا. يلا واحدة كده على السريع يا عم، اتحصر في البتاع. يلا كمل 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 كمل. تاز طير يا عم سبايدي. نقدر نقول الحمد لله على السلامة. ياب وصلنا يا جماعة بالسلامة. خلينا نطلع بسرعة 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 بسرعة. اوكي يلا هنا بقى بس كده. نادين رايقين دول والله، ناس رايقة. خلينا نسحب. اوكي بالسحابة المفروض ناخد صورة. اوكي ماشي صوب ودير واحدة صورة كده على السريع. ايوه السلام. دلوقتي هسلمها. و بيتر عامل ايه يا ابني؟ رابي اهلا. شوف الصوره يا جماعه، ابداع. انا عارف ان دي مفاجاه، بس عايز ابلغك اني لسه باعت صوره لمسابقتك المفتوحه. 100 100. اكيد ممكن تنفعنا. لازم ادخل اجتماع، بس لو لقيت قلب نيويورك النابض في اي مكان تاني ابعت لي على طول. ده لسه تراب. صوت انك اتكلمت يا عم. روح يا عم. يا عم روح سيبني من هنا فيه. بس خلينا نشوف بقى لل في عندنا هنا. اوكي مشكله يا جماعه، عايزين نلقي نظره عليها. تمام خلينا ننطلق لها. نفتح بس الخريطه الاول. طبعا دي الحاجات اللي جبناها في الذكريات والفرصه، خدنا فيها حاجات برضو ايه على السريع. طبعا احنا ممكن نروح للمكان ده وعندنا في مناطق تانية ممكن ناخد فيها صور.
ونظبط الكلام تبقى زي ذكرى يا جماعه. اه اوكي ولك انت حابب تاخد ذكرى زي ونظبط وضعك. يلا كابتن بس خلينا ننطلق. خلينا ننطلق اضرب اصبعيدي. الله عليك. تير 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 تير. اوكي هنا بقى في طيارات وفي قلق. مكاننا متوغوش. انا لازم اخش الباشا. طبعا يا جماعه بدلنا. بنقدر نبدل بالشخصيات وهنروح نغير بقى البدله بتاعته. يلا لا يب خلي بالك بس يا معلم توصل بس بالسلامه البيت بتاعك وتغير البدله اللي راحتها ايه مش طبيعيه دي. اوكي شوفوا البيت بتاعه يا جماعه. خلينا ننطلق بسرعه يا ابني. اه الله الحق الحق انت بتلزق بتعمل ايه يا جرع. يلا طب بسرعه بسرعه بسرعه. شوف 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 خش يا زعيم من شباك. ممتاز. اه الحمد لله على السلامه يا جماعه. هنخش هنا بقى نغير الحاجه بتاعتنا. جاري بقى نغير البدله ونعمل حاجه محترمه. بس كده غيرنا البيتر. وشوفوا بقى البدل يا جماعه. السلام. نظبط بقى الوضع بتاعنا ونجيب بقى ايه حاجه محترمه. ولا لا والله كلهم اجمل من بعضيهم. نختار ايه حاجه بادي. خلينا نشوف. الله شكلها شيك. طب استنى استنى استنى. لا 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 لا. شوفوا يا جدعان سبايدر. ايه يا عم سبايدر. لا يا جماعه انت كده بتهزر صح؟ لا لا تاني خلينا نشوف. طيب اللي هنا. اوكي لا يا لعبك يا سبايدي. طب احنا لو جينا غيرنا للكابتن التاني شوف. اوه يا جدعان بدله سبايدر مان السودا تحفه. استنى استنى ودي ايه دي؟ برضه شكلها جامد. طب عندنا في حاجه تانيه مفتوحه؟ قول لا استنى بس استنى بس وريني وريني وريني. بص يا جماعه الله شكله غريب شكله غريب. خلينا نرجع تاني طيب ونغير للبدله ونشوف نقدر نظبط الكابشن. ممكن نجيب خلينا مثلا اخضر ده. يب اوكي شوف كده غيرنا الطقم. يا لعبك يا صبايدي. مش باين له ملامح يا جماعه والله بس الشخصيه شكلها اجمل. يلا خلينا ننطلق. انت عليك يا صبايدي. بس من المنظر عامل كده ليه؟ بص الهواء شكله غريب والله مش طبيعي. يلا خلينا نشد شد شد بسرعه وحنروح لمنطقه الغابه. انزل. اوكي على الهدف بالظبط. اوعى الزحمه كانت فظيعه. ساند مان بهدل الدنيا. بدات تبقي متمكنه منه. ده لايق على المدينة بس مش مقتنعة اني اسوق عجل. انا اترفدت. كنت متحمس للوظيفة دي قوي. عارف خططت للفصل الدراسي كله. كنا هنعمل هليكوبتر بتشتغل بطاقة البطاطس. انا اسفة جدا. جايز انا كمان ابقى عطلة زيك كده بالظبط. ونبيع بطاطس. جونا بدأ يرفض الناس؟ حاجة زي كده. كأنه بدأ نظام الجدارة الراديكالي. ده معناه إيه أصلاً؟ ده معناه إن اللي مش هيكتب قصة للصفحة الأولى الأسبوع الجاي هيطرد. طيب كده أحسن لك عشان أنتي أحسن مراسلة عندهم. إيه اللي معاكي؟ كتب سمكاريا ما اتبعتش. مفيش مكان في بيتي. بس تقييماتك عالية. أنا بعت 14 نسخة. محدش عايز يقرا عن سمكاريا. البيوجل هو أكبر منفذ في المدينة. أنا ممكن أعمل فرق. لكن لو اترفدت مش عارفة هعمل إيه. هو أنت أصلاً محتاجة البيوجل عشان تعملي اللي أنت عايزاه؟ أنا حاولت أعمل فرق برا الشغل و 14 نسخة. أنا محتاجة أعمل فرق من جوه. ما لقيتش وقت انضف فكروت. الاوضه اللي ورا. ايوه والله انا هرتب البيت شويه. طبعا يا جدعان هنخلي ترتيب البيت في الجزء الثاني باذن الله. يا رب يكون عجبكم فيديو النهارده. لايكاتكم بقى يا جماعه. عايزكم بقى تشيروا الفيديو في كل مكان. اشوفكم مره فيديو جديد مع ستيوب جيمنج. يلا سلام.